أهلا بكم. أكدت سلطات كردستان العراق أنها ملتزمة ومن حيث المبدأ بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى الحكومة في بغداد بحسب ما تم إقراره في الموازنة العامة، إلا أن الحكومة أوقفت تسليم النفط بسبب مجموعة من القضايا العالقة مثل عقود من الشركات النفطية التي لديها استثمارات في كردستان العراق ومن سيدفع المستحقات المالية لها. يذكر أن الموازنة العامة لعام 2019 ألزمت كردستان العراق بتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط في اليوم الواحد. كشفت وثائق حديثة أن وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق أشتي هورامي أحال عقودا ضخمة لتجهيز البنزين والغاز على شركة يديرها مقرب منه. وكشفت الوثيقة أن هورامي منح شركة عراق أويل التي يملكها ويديرها نيابة عنه أحد رجال الأعمال المقربين منه عقدا لتجهيز حكومة كردستان بستين مليون لتر من البنزين في مصفى أو من مصفى بيجي، فيما كشفت وثيقة أخرى أن هورامي منح الشركة ذاتها عقدا آخر لتزويد حكومة كردستان العراق بخمسمائة مليون لتر من الغاز. قررت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تشكيل لجنة فرعية مختصة لمراقبة وزارة التجارة عقود استيراد ملفات البطاقة التموينية. عضو اللجنة المكلف بمتابعة ملف وزارة التجارة نوفل الناشي قال إن استمرار نقص تجهيز مفردات البطاقة التموينية شكل أزمة مزمنة تركت أثارها الضارة على الفقراء ومحدودي الدخل لسنوات طويلة. وأشار الناشي إلى أن اللجنة المكلفة ملزمة بتقديم تقريرها خلال مدة 15 يوما من المباشرة إلى رئيس اللجنة لمناقشته داخل الجلسة. قالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إنها استأنفت العمل أمام الحركة التجارية بين العراق وإيران عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان. وأضافت الهيئة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد استئناف العمل في حركة المسافرين بعد استكمال بعض الأمور التنظيمية بين الجانبين. هذا وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق أن إجراءات إيقاف السفر والتبادل التجاري بين البلدين كان بقرار من الجانب الإيراني في شهر نيسان الماضي بسبب السيولة التي اجتاحت إيران. اتهم المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية النائب علي الصجري وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي بالاستيلاء على مليار دولار. وقال الصجري إن الجميلي عندما كان يشغل منصب وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة في الحكومة السابقة قام بنهب مبلغ مليار دولار من وزارتي التجارة والتخطيط، مبينا أنه يحضر لقنبلة على حد وصفه للفاسدين بعد انتخابه لرئاسة لجنة النزاهة النيابية. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.